ونشجع بطبيعة الحال كل الأنشطة الفنية التي تقوم في المؤسسات التربوية سواء كانت العامة أو الخاصة، ونرفضها بما تحتاجه. لو يطلب إلينا نرفض هذه المؤسسات التربوية بما يحتاجه من المدربين ومن الأفكار وحتى من القاعات التدريبية إن احتاج الأمر لذلك. اليوم الأداء كان رائعا، وقبل قليل شكرت سعادة السفير على هذه الروح الوطنية التي يغذون بها الأطفال السوريين الموجودين في المدرسة. عادة المدارس الأجنبية يعني لا تعنى كثيرا بتغذية روح الهوية والانتماء، لكن الكم الكبير من الفقرات الفنية الوطنية جميل جدا ومتقن وقدم بإخلاص بحب بشغف. هذا يعني أن الطفل غرزت فيه في هذه المدرسة تحديدا طبعا، وفي في 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 مجتمعه بالأصل، ولكن للمدرسة دور كبير في غرس قيم الانتماء وحب الهوية الوطنية وحب الوطن، وما رأيناه يثلج الصدر. شكرا لحضوركم معنا في هذه الفعالية. نحن كهيئة تدريسية نركز ونولي بالغ الاهتمام لتطوير المهارات الشخصية لدى طلابنا، وهذه أحد الأنشطة التي نقوم بها بشكل سنوي، نتيح فيها الفرصة لطلابنا بالصعود على المسرح وتقديم أنفسهم وأعمالهم. نحن نعمل أيضا على تطوير قدراتهم الشخصية وثقتهم بنفسهم. في كل أنشطتنا مع الطلاب تلاحظون روح التعاون. عبروا عن حالهم بالطريقة الصحيحة، يعني على الستيج لحتى يكونوا فعالين خلاقين مبتكرين، ليعرفوا كيف يتغلبوا على مشاعرهم أو ليعرفوا كيف يتغلبوا على مشاكلهم ويعبروا عن مشاعرهم بالطريقة الصحيحة. الكادر كله كان معهم خطوة بخطوة، ما حدا قصر، يعطيهم العافية. يمكن شفتوا الحفل اليوم كان أكثر من رائع، كلنا بلشنا وخلصنا وعملنا شيء كتير حلو نحن والأولاد. الطلاب وقت عم يطلعوا على المسرح عم بيقدموا عرض، أولا عم تقوى شخصيتهم، ثانيا عم بيحبوا يقدموا شيء هنا مميزين فيه، وبالتالي الطلاب اللي عم بيشجعوا على شيء اسمه رياضة، فوقت الطلاب التانيين عم يشوفوا عم بيحبوا يمارسوا رياضة، فنحن استفدنا من الطلاب أنه تقوية شخصية، تحبيب للرياضة وإظهار شيء حلو مميز لبايسود.